عسى مرحبا بكم. دونك باش نكملوا مع بعضنا ان شاء الله، باش ندخلوا في السيري نتاع لي تيكست، شنو ما كيفاش نتعاملوا معاهم، شنو ما لي بروبريتي نتاع لي تيكست الكل، نشوفوهم الكل. هما ما همش حاجه كبيره، ما همش صعاب، ما نحنا باش نشوفوا كل شيء في البلاي ليست هذه ان شاء الله مع بعضنا. خليكم معانا بعد الانترو الخفيفه، خليكم معانا. دونك كيما تشوفوا لهنا، دونك نرجعوا للفيجوال ستوديو كود نتاعنا. دونك نقولوا لهنا في الاندكس بوان اتش تي ام ال، نفسخوا هذا نتاع الفيديو اللي فات، ونعملوا هوني ان تيتر اتش ان بار اكزومبل ان اتش ان. اوكي، ونقولوا له كودينغ كامب فري. اوكي، نعملو ريجستري، ومن بعد نمشيو مين بوان سي اس اس، ونقولو له لي اش ان، لي اش ان. دونك لي اش ان تكست كالر نتاعو، دونك فيه كالر تكست، لازم يكون عندو كالر، ولازم يكون عندو باك جراوند. دونك مش بشرط هي باك جراوند، ومعناها هذوما اللي لا بلوبار اللي نجمو يتوفروا مع التكست. دونك عنا الاش ان تاعنا، نعطيوه باك جراوند كولور، نعطيوه بون في لي كولور، قلنا كيما تعلمنا نعطيو ان كولور عادي اسمه، ولا ان كولور ار جي بي، ولا ان كولور اكزاديسيمال. نجمو نعطيوهم لي بروبريتي لي ميثود هذوما ثلاثه، نجمو ناخذ واحده منهم، اي واحده تعجبك. دونك انا ديما ناخذ هكا، دونك الكولور هذا في الباك جراوند، ونقولوا الكولور نتاع التكست اللي هو اسمه كالر، ما اسموش تكست كالر، اسمه كالر. نعطيوه الكولور نتاعو بار اكزومبل، نعطيوه جرين. اوكي، ونمشيو نشوفو الريزولتا نتاعنا. فوالا، نمشيو نعملو ريفريش. فوالا، كودينغ كامب فري، الباك جراوند كالر ماجاش باين. دونك نعطيوه 3 او، نعطيوه 3 او. فوالا 3 او تو يجي باين. فوالا، هاكا الباك جراوند جاي باين وكل شيء، امورو مريقله. دونك خلينا نعملو الكولور، خليه في ان كومونتير، ونمشيو باش نتعلمو الحاجة اللي باش نتعلموها توا، اللي هي التكست شادو. تكست شادو، اوكي، خليها التكست شادو. شنو باش نحطو فيها؟ دونك خلينا هنا نعملو التكست شادو، السنتاكس نتاعها في الكومنتير. عندنا تكست شادو، اش عندها كوم سنتاكس؟ دونك تكست شادو فيها 4 بارامتر، فيها الاوريزونتال شادو، فيها الفيرتيكال شادو، وفيها البلور. البلور اللي هو الذبابة، البلور شدة الذباب، وفيها الكولور نتاع الشادو كال. اوكي، دونك هذه شنو عنا نحنا في التكست شادو. دونك لهنا التكست شادو باش ياخذ بار اكزومبل، نعطيوه 0 بيكسل 0 بيكسل 0 بيكسل. اوكي، ونعطيوه ريد. اوكي، نعملو اونجستري، ونمشيو نشوفو الريزولتا نتاعنا. نعملو اوكي، نمشيو فوالا، عنا 0 بيكسل، هذه ردوها بار اكزومبل 10 بيكسل. شفت الاوريزونتال، اوريزونتال شادو 10 بيكسل، جي على اليمين الكل به، ترى فما 100، فوالا 100 بيكسل تحطت مش 10. فما حاجة أخرى، راني باش نحط موان 5 باش يعلي صغر. اوكي، هذو هما الحاجات اللي في السي اس اس اللي يقبلوا دي فالور نيجاتيف. دونك نجم نحط موان 50، فوالا مشي كله على اليسار. دونك البارامتر الاول الاوريزونتال شادو متفاهمين فيه مريكل، دونك خليها ان بيكسل، فوالا مريكل. البارامتر الثاني دونك اللي هو الفيرتيكال شادو، بار اكزومبل كنحط له ديسترا، هاكا هبط لوت، نحط له موان 10، هاكا طلع الفوق. دونك لي موان والبلوس يمشيو في التكست شادو، هذايا الفيرتيكال.
دونك والكولور نتاع الشادو فينالمون نجم نقولو هنا جرين جرين هاكا ولا جرين اوكي. وهذايا الديس هذايا ردها ان بيكسل ان بيكسل هاكا ولا جرين هاكا تشوفوا فيه واضح وكل شيء مريقل. كنا توا مع تكست شادو فهمنا شو معناه تكست شادو، باش نكملوا في لي تكست في لي بروبريتي نتاع التكست. خليكم معانا على بروشين.